نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري. قد تواصل المركز مع وزارة الداخلية والتي أكدت أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن وأن الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مشددة على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري كما هو دون تغيير، ومشيرة إلى أن أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع اتساق المعلومات من مصادرها الرسمية.